Ayer mañana la clase no está. Compartamos su abuco aviso, nema. Está de lesa, quiero. De lesa, quiero. No, já vou despedir para a fuga de tanto. Ah, é só. Já fui a fuga de tanto e agora. Ah, tá. I'm going to go to the hospital. Thank you.
عفوا سيد. На юаде, юаде. Thank you.
دينا والدي في امواتنا وامات هذه تطوف امواتهم يرحمنا اذا صرنا اذا ما صاروا يغفرنا من ارضي عن بلدنا زياره مقبوله ودمر وشعبنا تيار القوي بلغنا امانيا دنيا على هذه النيه وعلى ما نويتوه ما قصدتوه ما طلبتوه الكل ان الله يبلغ ذلك في خير وعافيه واطار منك ولنا حضره منك نعم في الجنب هذا ايوه هاي فوق الحي ابراهيم عبد الله سقاف ايوه قبه حق زور حبيب قبه حق نعم زور ده شاف فنقوه وكادي من اكويشا كادي من اكويشا هو نتاكا شاف فنقوه من لامبو سنتين يعني عشان خدت 100 تقريبا 300 بعدين نقول له في الناحيه البحريه الجبل البحري هذاك بعد قبه حق علي يا كثير اسمع حكي خلاص والناس يقول لمان يعني 30,000 يون 40,000 ها ديك ليام في شقة البحر بعدين بعد الاخرين في الصيف ينقلوا لمان ليش بعدين انتقل بعد فتره كمان الى ساحه ثلاثه من حالات كان حي محمد وبعدين باقي بساحه ثانيه ما ردوا ابوي لانيس بس واستمر في هذا كلام يعني اخذت عده مواقع يعني البير موجودة البير موجودة حقته على سوز الحين بلوك ولا لا ما هي ذيك البير البير اللي داخل اللي نحن نسحب البود يوم ظاهر الحين للمعلبات كان أول ناحية البحرية الحين نسحبناها للناحية دي لا أنيزي من داخل من داخل قدرنا لا لا تو لا لا ساقي هذيك فيها المود باقي اللي واقف انا اقول اني يا حقول مفلف يا حقول يعني محمد يعني تكريما للعلم تكريما خرج الباب من هنا لما هلي توك تشوف خذ خذ احنا خرينا نحن اياك لما تعشيت خرينا وحنا من الناس باشو لبنان مالين خلنا الرياض من الرياض اول حصلنا دراسه الاطفال الموكب هنا بدون جلالين زو نعم ها الناس هذا بكم تبيع بيعوا بعاج واحد ومات يلا عندي هذا ثمن هذا شيخ ادريس ما بدك تجيبه ميغاني ولما بقى نبي زمانك كنت تجيب بوني عندي هذا الحب حسب مصايح البحر لما بيدخل كثيري الى سعود وبعدين ما عنده مدفع في عبدوس نعم الحبيب محمد بن زيد حبيبي والحبيب محسن بن علوي يا مزين ولا السقاف والحبيب عبد الله بن حسين مطاح صاحب المسيل هذول كانوا فوق هذول ناصرين مع سلطان غالي هذا ايش لا ما يتعمل ما ابغى حمر اي حاجه مش حمر هل أنت شرب ولا لا 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 بالقيلة قال لهم لا غير ضمان الشهادات راحوا له حسب مصالح البحر قالوا له الحين حسب انه يعني كان غير العد خذ يوم بعد يوم كتب له الضمان كتب له الضمان قال له شوف له الورقه قالوا له هذه
قيمة المدفع وكمان مرتين. لما نقوله بيموت هاي بعدين من ده قال له ما تقول له شو حط حطوها عند كوني هنا. الله أكبر. قضية كبيرة. قضية كبيرة. قضية كبيرة. قضية كبيرة. لكن مثلاً بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا تفضل يا مريم تهنيني يا مولاي كنا نفرم جوكو حبيب علي حبشي لا عندك اخذت الكاس اخذت الكاس وانيو يا عليك عليك شباب بشرب ايش هذا جواب محمد بن علي اليوم مهم ميبت تموليزه سيري ياكي حتمايا ولد ما في نعم ما في بيت Hai alu sebab tu kan? Hai dong dong macam apa sih kau? Mengi ya, atau mengi apa? Kamu kau ni kamu kau, siapa yang cukup? Siapa? اوه نعم حسن حسين سليمان سليمان واحد مجذوب هكذا يصلي في الشيطان دائما دائما شو انا ما بسم الله الرحمن الرحيم سمعت الخبر السار حبيب سهرة بليا أسلمت يعني زوجته عجيب في إيران وقال أنا أصلي 50 سنة ولا أشرب الكحول ولا أكل لحم الخنزير ولكن الحجاب بفكر ما هو شكاله هذا منشور عندنا رسميا ما شاء الله ما شاء الله الثلاث الماضي نشروه حق نشتري حبيب شاوري نبغى نشتري هذا ترى نوع ايه ادرس نتاكو نوع هذا نتاكو نوع ايه نتاكو نوع نتاكا تكبيسة لا ما بيسة ما بيسة ما يقول يبقى يبيسة نتاكا برايت زمانة زمانة بدنا صلي ابو يجب يا زيادة حب علي حب هذا محل السنود حق العيب علي Kamu
benda mampu kan? Amin. Ini kau punya. Haa. Ibu sama kan sidul. Sama pikirkan saya dia kaya boleh. شيخ ادريس انا جاب ابو غني تشيب تشاب تشاب وبيت في كولو بون تشاب تشاب وبيت في كولو بدو نمسي مونيه بيت كولو تشاب 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 جاجا شيا جميع تشاغارين وصوم بدو نايو دي على حد انا سبحان الله قاعد تعلم انا قبل اليوم مبروك انا قبل احكي مبروك هذا يتهيأ له ذو سلاح جديد. هذا السلاح اسرع واقوى واسهل حركه. اترون تنصحون ان هذا الجندي اللي يدافع او يحمي نفسه او يحمي غيره يليق به ان يحمل هذا السلاح المتطور او لا يليق به؟ بلى، خذ هذا السلاح المتطور. ما نرى العالم اليوم في معركته الاخيره الا في تطوير السلاح، وكل دوله تملك نسبه من السلاح المتجدد القوي يكون لها كلمه في تاريخ الشعوب، بل كلكم تعرفون واغلبكم يمكن يكونوا في مستويات عاليه ان معركه الامم المتحده في كراسيها هي معركة لغة تسمى لغة الفيتو. ولغة الفيتو الدول التي تملك القنبلة الذرية أو تملك الطاقة النووية. والآن صراعنا نحن كمسلمين في هذا العالم حول هذه القضية. نحن ما عدنا ندخلكم إلى السعة الأوسع في المفهوم، لكن لأجل تدركوا مثل هذا الطرح سيعطيك سلاح علمي شرعي لا تستخدمه إلا عند الضرورة والحاجة، وهو دراسة فك التحولات. ودراسة فكرة التحولات ليس منتميا لأحد، هو أصلا منتمي للنبي محمد، لأجل تخرج من دائرة التصور النفسي الذي شغل كثير من الإخوان وشغل كثير من الناس. من اللي قال فلان؟ ابعد اسم الرجل واسم كلامه كله وارجع بنفسك متجرد عن أن يكون هذا منسوب لأحد، وارجع بنفسك وخذ حديث جبريل وخذ كلام أهل العلم الذي أنت تؤمن بهم، وانظر عندما قالوا كلهم مجمعين في كتب علم الأصول أن حديث جبريل يسمى عند أهل العلم حديث أم السنة. كم عيال هذه لهم ذي؟ كم لها أولاد أم السنة؟ حديث أم السنة عقلا نستخدم عقولنا ونفكك الكلام بهدوء. أم السنة حديث أجمع عليه أهل العلم كما قالوا في مكة أم القرى. هذه أم للأمهات حديث جبريل. يقول فيه الحديث في الأمر الأول متفرد، حديث متفرد. ما سمي أم السنة لأنه متفرد، لأن إن تريد علم السلوك ستجدها في سلوك جبريل. إن تريد الغرابة اللي ما حد يفهمها ولا يدخل في العقل، والله في تحول إنسان من ملك إلى إنسان قدامك تشوفه، لأنه حتى هو فقه التحولات غريب غير طبيعي مخالف للمألوف. فلذلك نفس حديث جبريل في دراسته
يقتضي أن تأخذ الموضوع من كل جوانبه وتأخذ حديث جبريل وكلام الصحابة واستعجابهم واستغرابهم والحوار الدائر والكلام مع النبي وكيف صار الموضوع ليس سهلا. نحن ندرس الأمور بنوع من مستوى ثقافتنا وليس من مستوى ديانتنا، فلذلك نأخذ الأمور بكل بصراحة كبيرة كنا نحفظها، لكن عندما نقرر هذا الحديث تبدأ النفوس تشمئز. لا، خذه كما هو، هذه وحدة موضوعية واحدة. جاء جبريل كما ورد في الحديث بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل، قال رجل، حد منكم يقدر يقول ما هو رجل؟ رجل. وكل مرة جبريل يتشكل بلون، وهذا علم لوحدة، أن يأتي جبريل في صورة لحية الكلبي أو يأتي جبريل في صورة رجل غير معروف. وفي بعض الروايات النبي بنفسه قال في آخر الحديث لقد جاءني جبريل في صورة لم أكد أعرفها. إذن معنى ذلك أن الموضوع من الأهمية بمكان. ودائما عندما نقرأ الحديث ونقرأ تاريخ الحديث الآن حياتنا المعاصرة وهذا الاشتباك دلالة على أننا نقرأ الحديث لكن ما نقرأ تاريخ الحديث، نقرأ القرآن ما نقرأ تاريخ القرآن. حتى صار أي مسلم يمسك أي آية ينزلها على الواقع، يا أخي اقرأ تاريخها، اقرأ كيف نزلت وعلى من أنزلت وما الهدف من إنزالها. لا تنزلها على أمة أنت تعيش معها، كلنا نعيش مرحلة. صاحب التنزيل عليه أفضل الصلاة والسلام قال علينا كلنا سواء، قال أنتم غثاء كغثاء السيل. هل خص أحد وقال لا مجموعة فلان وجماعة فلان وبلاد فلان إنهم خرجوا من هذه الدائرة؟ ثم هذه اللفظة أنتم غثاء كغثاء السيل توجد في أي حديث؟ توجد في حديث صحيح؟ وفي أي فن من فنون العلم؟ هل توجد في أحاديث الإسلام أو في أحاديث الإيمان أو في أحاديث الإحسان؟ لا، توجد في كتب في أحاديث علامات الساعة. يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك من أفعال المقاربة أن تداعى عليكم الأمم. النبي ما رأى هذا التداعي، لكن بيأتي عصر زمن أنتم بترون الأمم، سموها الأمم المتحدة، سموها الأمم الأوروبية، سموها أي اسم، تتداعى عليكم، تتجمع عقلانياً، سياسياً، اجتماعياً، اقتصادياً إلى غير ذلك، إعلامياً كما تداعى الأكلة. شوفوا التصوير النبوي، ماذا يفعل الأكلة على القصعة؟ كما تداعى الأكلة، ماذا يفعل الأكلة عندما يجتمعون على القصعة؟ على قصعتها، كما تداعى الأكلة على قصعتها. الصحابة في ذلك العصر، والنبي ما يتكلم عن عصرهم، قالوا يا رسول الله أمن قلة نحن بيتداعوا على الأمم لأننا قليل؟ قال لا، أنتم يومئذ يخاطب الجالسين عنده ولا يخاطب الأزمنة اللاحقة؟ هذه قراءة فقه التحولات، الكلمة في عصر النبي وحضورها الفعلي في بعد ألف سنة. أنا والساعة كهاتين، أنا والساعة كهاتين، مدى زمني طويل كل زمن النبي محمد. في خطبة له يقول إني أرى حوضي الآن وهو جالس فوق المنبر. هذا المدى الزمني في النظر، والمدى الزمني في اللفظة، والمدى الزمني في المعايشة الشرعية. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا من قلة النحل يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير. كم الأمة المحمدية أو الشعوب الإسلامية اليوم؟ قد بلغت فوق المليار، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل هذا لما يأتي معه غثاء من كل قش ومن كل هش. قال أنتم هكذا وصفنا النبي. طيب ميز أحد، أخرج أحد من هذا الحديث؟ لا. ثم قالوا الصحابة يا رسول، قال يلقى عليكم الوهن، أنتم غثاء كغثاء السيل، يلقى عليكم الوهن. الصحابة هذه المفردة معلومة الوهن ما يفهموها، قالوا يا رسول الله ما الوهن؟ ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فلسفوا هذه العبارة، فككوها وشوفوا كلام النبي. حب الدنيا ما يتعلم الإنسان اليوم لأجل المرتب والشهادة والوظيفة. اليوم صارت عندنا قاعدة، ممكن يأتي أي إنسان من أي ناحية يهم أن يتوظف. التعليم ليس لأجل يهدي نفسه،
أو يدعو نفسه إلى الله أو لأجل أن يخشى الله ويتقيه، يتعلم من أجل يتوظف، ولهذا مستعد من أجل يتوظف ومن أجل ينجح يبذل مال ليشتري الشهادة، ممكن يغش لأجل الشهادة. إذن صارت مواقع التعليم، مواقع التربية، مواقع انتهيئة الأجيال لا تتجاوز فكرة بناء جيل الخدمات، لا أكثر ولا أكثر، مثلنا مثل أي أمة، مع أن الأمم الأخرى التي تصنع الخدمات ولا تعلمها فقط بل تصنعها بل تبتدعها وتبدع فيها هي أقوى تأثر ونجاح في دراستها الخدماتية. أضرب لكم مثال وفق التحولات يتكلم عن كل شيء، الصين، شوفوا الصين الآن، انظروا للصين في قدرتها الصناعية الآن كمثال، وانظروا لنا نحن أمة محمد وخذوا مثال عندنا ما نحن نعيشه كطلبة علم في المدارس والجامعات الثانوية. أولئك عندما يدخل الطفل في مستوى الروضة والتمهيدي حصص من الحصص التي يدرسها تسمى الحصص الصناعية، يأتون بالطفل الذي لا زال يتعلم الألف الباء بلغتهم فيجعل له حصة من الحصص، ما هي وظيفته فيها؟ أن يتعرف على مفردات الصناعة، يأتون بالمصنوعات، مثلاً يأتون بالمصباح الكهربائي يفككوه، يتعرف على هذا المصباح، يعلموه كيف يركب المصباح، يعطوه لعبة تركب اللغة كما ترون الآن في بعض الأسواق، يأتوك بلعبة تركب اللغة، كيف يتعلم دراسة العلم المتعلق بالجانب اللغوي مربوط بالجانب الصناعي حتى ينمو عنده الحس الصناعي. فما يبلغ إلى سن الدراسة المنهجية التي يدخل فيها في المدرسة إلا ويكون المشرف والمدرس الذي يشرف على هذا والذي يدرسه في مستوى وزير، يعني مرتبة في مستوى وزير كما ترون في وزارة أي مجتمع، ويعتنون بالأطفال الصغار أكثر من اعتنائهم بطالب الجامعة، لأن طالب الجامعة مستقل الذهن والرؤية، والطفل الصغير يحتاج إلى تنمية الوعي والمدركات والاستعدادات. ركزوا على هذا، لم تمر 10 سنوات الآن نحن في 60 سنة 100 سنة إلا وهم على وشك أن يغزو العالم بالصناعة. إذن عندما حتى هو كافر الله تعالى يمتدح العقل، كان عقل مسلم ولا عقل كافر، المهم أن يكون هناك عقل. فعندما تكون أنت تجمع بين عقل الإسلام وبين المعرفة العلمية النظرية التطبيقية، أنت سموت ونموت وارتفعت فوق هذه المستويات. لكن اليوم نحن في مدارسنا وتعليمنا وتربيتنا ومواقع تعليمنا قد أسقطت منا هذه القضايا نتيجة المراحل التي يتكلم عنها فقه التحولات، ودائما أذكرها لكم لدراستها، أن نذكر أولاً هذه المقولة التي تضبط لنا شرعاً مفهوم التحولات في تغيير المراحل. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا ومن قلة نحن يا رسول الله، قال لا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل يلقى عليكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. واسمعوا الكلام النبوي ماذا يقول في صاحب الملة صلوا عليه، ما قال يأتي إليكم أو يبرز بكم، قال يلقى مبني المجهول. ودائما انظروا لكلام النبي الذي لا ينطق عن الهوى، كل كلامه على معنى عجيب، هنا يقول يلقى مبني المجهول، وهناك قال يوسد الأمر مبني المجهول، وهناك قال تضيع الأمانة، أو كيف قال في الحديث تضاع الأمانة بما معناه ضيعت الأمانة، كل مبني للمجهول، بمعنى أنه خلف الستارة من يهندس إضاعة الأمانة، من يهندس توسيد الأمر، من يهندس كما سمعتم الآن في الحديث إلقاء الوهن. حب الدنيا يعني بمعنى أنها تأتي مناهج، تأتي مقررات، تأتي عقول تبرمج أمة محمد من همتها من شرعتها فتصبح متعلقة بالدنيا. يموت أحدهم كما قال في الحديث الشريف، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا تشخيص نبوي للتحولات التجارية. متى بدأت هذا؟ بدأت هذه في أول ما عرف بتاريخ الاستعمار، ثم توسعت في تاريخ الاستهتار، ثم امتدت امتداد كلي في تاريخ الاستثمار. هذه الثلاثة المسميات تسمعها مرة أخرى، تاريخ العلمانية، تاريخ العلمنة، تاريخ العولمة. سمعتها كذا؟ اسمعها بالحديث،
سمى النبي المرحلة الأولى مرحلة الأحلاس، ثم الثانية مرحلة السرة، ثم المرحلة الثالثة مرحلة الدهيمة، ثم المرحلة الأخيرة التي نحن الآن فيها الفتنة الرابعة العمية البكمة الصماء التي يؤول أمر الأمة فيها إلى الكافر. كلام النبي محمد، كونك ما سمعته، إذا أنت ما سمعت كلام عن الإمام الحداد، بعضهم يقول ما سمعنا عن الحداد ولا عندنا كتب عنه، ذا ليس الإمام الحداد الآن، نحن نكلمك عن النبي محمد. كثير منا ما سمع ولا وصله خبر، وكيف يصلك خبر وانت اصلا لما صنعوك وعندما اخرجوك والزموك جعلوك على هذا الحجم وجعلوني مثلك؟ هذا من اللي اختار هذا الحجم؟ اللي يبيع ويشتري اختار هذا الحجم لاجل السوق، واختار طالب العلم لاجل السوق، ولا يمكن ان يزيد على هذه العبوه زياده، ويجب ان يكون لها مدى زمني معين مسجل يسموه تاريخ المنشأ، وبعد مدة من الزمن يرموك في الزبالة، لأنه مجرد خدمات، هذا يؤدي دور خدمات. لكن في شيء غير هذا أصلي اللي هو المال الأصلي، فين يوجد؟ انزل البير، هذا المال الأصلي، هذا متحرر عن كل قادرات الدنيا، ما يوجد فيه لا مادة كيماوية ولا وضعوا للحفظ، روح اشرب منه. الصحابة اللي قاتلوا في بدر كانوا يشربوا منه، محوضين الحوض يشربوا منه، تاريخ آبائنا وأجدادنا كلهم شربوا منه. هذا يسمى الماء الطبيعي الصحيح، ماء الحرية، ماء الوسطية، ماء الاعتدال الشرعي، ماء هذا المقصود بالماء، يعني بمعنى أنه كل فكرة وكل رؤية كانت متحررة ثم تحولت إلى عبوة بما في ذلك العلم، بما في ذلك الإنسان. وهذا الكلام هو الذي يقصد به النبي، تداعى عليكم الأمم، يلقى عليكم الوهن، وبعد قال حب الدنيا مسألة بضاعة وبيع وشراء، كراهية الموت حتى لما حد يذكركم الموت ما يريد ان يذكروه، لو فتحوا قناه، اي انسان منا فتح قناه راها قناه قران غيرها، سمع واحد يتكلم في الوعظ والارشاد عن الموت قال هاتوا لنا اغنيه، هاتوا لنا شيء سلامه من هذه الحياه ومشاكلها، قال لك اذكر الموت والموت. قال النبي يظهر جيل من المسلمين ما هو تقول له تعال قاتل وموت في سبيل الله، الا خلوا يسمع اخبار الموت ما يبغى، ما يبغى شيء خبر عن الموت اصلا. لماذا؟ لأن الطريقة المنهجية التعليمية والتربوية والدعوية التي رآها والتي عاشها والتي عاصرها والتي تعلم بها والتي نبتت فيها بشرته وجلده ودمه ولحمه كلها مبنية على الحياة، مبنية على تعظيم الدنيا وعلى تعظيم الشهادة وتعظيم المستقبل وتعظيم وتعظيم وتعظيم، مع نسيان العالم الثاني بالكلية إلا ما ندر 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 للبعض. إذن انهارت الأمة، ما كانت عزتنا بالدنيا اصلا، نحن امه محمد ما كانت عزتنا بالدنيا، انما كانت عزتنا بالاخره. ففقه التحولات يشير النبي الى ظهور مرحله سماها مرحله الجاهليه الثانيه. مرحله الجاهليه الاولى كانت في عصر النبي، وفيها هذه كل اعمال الجاهليه التي حررنا منها الاسلام. ثم يشير القران في ايه من ايات اهل البيت لما يتكلم يقول وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إذا في ثانية ويمكن تكون في ثالثة لأنه عدد بدأ قال الأولى، ولو كان تبرج الجاهلية انتهت، لكن يقول تبرج الجاهلية الأولى معنى ذلك اللي في جاهلية أخرى ستأتي. إذا ما هي الجاهلية؟ هي الكفر، هيمنة الرؤية الكافرة، الثقافة الكافرة تحت تفكر في الباب مقفل كعكيبة فاخر يقول اللي فتح الباب هي بس واحد يشتغل عند البلاد المسؤول يعرف الحياة اللي قاعدة وبغى بيزور الحديث السلمان كلم المدير حق الدربة اللي خل مكاتبهم هنا قريب أصحاب المعلم وقال له بغيت بزور قال له مرحبا قال له مع يوم دخل أنا جيت بزور الحديث قال له يوم شاف أنا قالوا لي ما حد دخل كيف دخلت؟ معوز عسكري قلت له بالله ربي جابك مشان قاعد خروجي رسمي انا شو افكر في الباب قال كيف؟ قال كيف انت المهم؟ منين جيت؟ قلت له زرنا الحيوانات زياره طويله قال انا بغيت بزورها قال المدير حق هناك ما عندنا اوامر بس ما حد يروح حاول معه وانت رحت بعدين خرجت انا وياه واحد لما زرناكم يقولون له ابو النار ايوه يصنع الحلوى هناك
كلم الجماعة وقال لهم شو الشيخ الرحمن بيجي بيزور الحضارة، ما قلت له أي يوم، مع مكان بين بالمعلة. يوم خريت قالوا يطلبون علي هني الشيخ عبد الرحمن، قلت له نعم، قال ده ذاك كرتون حلوة شوفوا مطروح لك هنا، قلنا ذاك كرامة الحبابة وتوزع ما شاء الله إلى يوم نعم سبحان الله. سلام الله على ليلك، سلام الله على ليلك، بقول فجاه الف عباس، سلام الله على ليلك، بقول فجاه الف عباس، رجال العلم واهل الفضل رباطهم كله للاشعاد، وجينا عندهم نبغى كرامه كلنا ومجال. Thank you.
عينات مولى الكثيب سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم والقبة بالسبع كنوا قبة سبع كم موجة موجة يا كنا سبع حسين شيخان بقى كفيرة هذا الشيخ بقى بيسالي نعم Thank you.
هذا هذا السلاح نسب هذا وهذا هذا تاريخه بين أخوه سوين ياسين وليأيدو سلام الله سلام الرحمن سلام الله بسم الله الرحمن الرحيم